حياكم الله من جديد مشاهدينا في إطار دور الفعال الذي يشارك به بيت الزكاة في العملية التعليمية وخاصة مساعدة الطلبة المحتاجين لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وذلك حرصا منه على لا يتوقف طالب أو يتعثر في استكمال مسيرته التعليمية والحصول على المؤهل المناسب الذي يؤهله للالتحاق بسوق العمل. فقد قام بيت الزكاة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الثاني على التوالي بطرح منح دراسية للحاصلين على الثانوية العامة من أبناء الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة والمستفيدة من مساعداته، خاصة أبناء فئة غير محددي الجنسية. تفاصيل أكثر مع ضيفنا الأستاذ حمد سالم المري، مراقب الإعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاة. صباح الخير أستاذ، حياك الله ويانا. حياكم الله. في البداية ريت نتكلم عن هذه المنحة الدراسية. نعم، بيت الزكاة له تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لطرح منح دراسية هذا العام الثاني على التوالي لأبناء الأسر المسجل لديه والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وخاصة الذين يتجاوزوا أعمارهم 25 عام لاستكمال دراستهم في كليات التطبيقي حتى يستطيعون الحصول على شهادة مؤهلة يستطيعون من خلالها العمل، ومن ثم ينقلون عائلتهم من الحاجة إلى كفاية الدخل. بيت الزكاة هناك التعاون مستمر مع الهيئة، وقد قام بيت الزكاة باستقبال هذه الطلبات وإرسالها للهيئة لفرزها واختيار 10 كراسي لهؤلاء الأبناء. نعم، ما هي آلية التسجيل لديكم لهم؟ التسجيل كان عن طريق الأونلاين، يعني يستطيع كان في ذاك الوقت الشخص الدخول على الأونلاين وتقوم بتسجيل بياناته وإطلاق ملف الأسرة، ملف أسرته في بيت الزكاة، ومن ثم إرفاق الشهادة الثانوية العامة، وبيت الزكاة يقوم بعد ذلك بحصر جميع الطلبات وإرسالها للتطبيقي، لأن هذه الطلبات تخضع للوائح وأنظمة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاختيار يعني 10 كراسي لأعلى نسب وفق اللوائح المعتمدة لديه. لو نبي شيء من التفصيل، من هي الفئات المسموح لها بالتسجيل؟ هو الفئات المسموح بها بالتسجيل المسجلة لدى بيت الزكاة، ولكن الأولوية للفئة غير محددة الجنسية الذين لهم ملفات في بيت الزكاة وبيت الزكاة يقوم بدورهم مساعدات مالية، سواء هذه المساعدات بصفة دائمة أو شهرية. طيب، لو آلية القبول هل تتم عن طريق بيت الزكاة نفسه ولا عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ القبول الأول للطلبات عن طريق بيت الزكاة إذا توفرت الشروط أن يكون له ملف في بيت الزكاة أو لأسرته ولم يتجاوز 25 عام من عمره والثانوية العامة، ثم نقوم بإرسال هذه البيانات والتطبيقي وفق لائحته سوف يقوم باختيار النهائي لـ10 كراسي الذي للأشخاص الذين سيلتحقون بالكليات الدراسية في المعهد. إذن الفرز الأول يكون عندكم عن طريق بيت الزكاة. طيب، بدنا في هذا اللقاء أن احنا نتكلم عن بادرة جميلة من بيت الزكاة في إنشاء صندوق مشترك مع وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. التفاصيل أكثر عن هذه البادرة. نعم، بيت الزكاة منذ تأسيسه يعني كان هناك تعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية لخدمة الفئات في هذه الجهات، ومن هذا المنطلق نشأ بيت الزكاة صناديق مشتركة. يقوم بيت الزكاة بدعم هذه الصناديق بمبالغ مالية لهذه الفئات، مثلا وزارة التربية لدعم أبناء الأسر المحتاجة في وزارة التربية من الابتدائي إلى الثانوي. أما في جامعة الكويت والتطبيقي فبيت الزكاة قام بدعم هذه الصناديق لأبنائنا الطلبة الدارسين في هذه في الجامعة أو في التطبيقي، والذين ليس لهم أي إعانة طلابية يستطيعون التقديم على هذه المساعدة من خلال الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت أو في التطبيقي. هذه المبادرة بسبب أن بيت الزكاة يحرص على أن هؤلاء الأبناء المقيمين في الكويت سواء من غير محدد جنسية أو من الجنسيات الأخرى المقيمة في الكويت لا يتعثرون دراسيا، يستطيعون استكمال دراستهم. هذه المبالغ التي تصرف هي مبالغ بسيطة، ولكن تستطيع من خلالها الطالب أن يستمر في دراسته حتى يحصل على الشهادة، ومن ثم يتحول إلى عنصر فعال في المجتمع ويستطيع أن يعني يحقق الدخل الكافي لأسرته. نعم. طيب، هل هناك تعاون آخر بين بيت الزكاة وجهات حكومية أخرى؟ نعم، غير جامعة الكويت والتطبيقي. هناك تعاون مع وزارة الداخلية لمساعدة أسر السجناء
الذين يعني تم سجن ولي امرهم او يعني المكلف برعايتهم وليس لهم اي دخل مالي، فبيت الزكاه يقوم بمساعده هذه الفئه. كذلك بيت الزكاه لديه تعاون مع وزاره العدل في تنفيذ او مساعده الغارمين الذين عليهم احكام قضائيه وبواجبه السداد، فبيت الزكاه يقوم بمساعده هذه الفئه عن طريق تقديم طلبات له عن موقع بيت الزكاه، يقوم بدراستها ثم اصدار الشيك للشركه التي او الجهه التي تطالب هذا الشخص، ويقوم بتنفيذ تسليمه لتنفيذ الاحكام. كذلك بيت الزكاه لديه تعاون مع هيئات اهليه مثل صندوقات المرضى لتقديم المساعده الماليه للمرضى الذين ليس لهم دخل مالي او ضعيفين الدخل، وكذلك يعني لديه صندوق مشترك مع وزاره الشؤون لدعم فئات التي تعتني فيها وزاره الشؤون وانشطه وزاره الشؤون مثل الام الحاضنه وغيرها من الاعمال. نعم. في نهايه هذا اللقاء استاذ حمد، لو حاب توجه نصيحه او كلمه للساده المشاهدين. نعم، احنا نقول دائما ان ترى بيت الزكاه هو مؤسسه حكوميه، ابناء الموظفين هم ابناء كويتيين، يعني 98% من الطاقم الذي يعمل في بيت الزكاه هم موظفين كويتيين، رواتبنا من الدوله، مصاريفنا التشغيليه من الدوله، علينا رقابه من الدوله، فاي تبرع ياتي بيت الزكاه يذهب بالكامل الى المحتاج. فتبرعكم في ايدي امينه، ونحن نقول دائما الكويت بلد الخير وبلد الانسانيه، ولله الحمد تراضعنا هذا العمل الخيري من ابائنا ومن اجدادنا. نعم بالتاكيد، احنا نتمنى كل التوفيق للطلبه المسجلين في هذه المقاعد، وكل الشكر لضيفنا الاستاذ حمد سالم المري مراقب الاعلام والمتحدث الرسمي لبيت الزكاه. فاصل ونعود لبقيه فقراتنا.